جربة وجرجيس في الجنوب الشرقي التونسي، أنصحكم بالفعل أنتم وكل المشاهدين بتحين أول فرصة لزيارة هذه الوجهة السياحية الرائعة، حيث تجتمع البحار مع الواحات مع التاريخ. كذلك فجربة على لائحة اليونسكو، وفيها أيضا تلتقي الأديان والحضارات. أيضا جرجيس التي يتغنى بها هي وجربة التونسيون كثيرا، هز جوابين الجربة وغيرها من الأغاني الجميلة. 18 ألف سائح وصلوا إلى المنطقة اليوم 1 جويليا حسب السلطات. تكون الحجوزات في جربة وجرجيس 100% ممتلئة، معدل 30 رحلة يوميا منتظمة وغير منتظمة لهاتين الوجهتين السياحيتين الرائعتين، مما يبشر بموسم سياحي رائد في الجنوب الشرقي التونسي وعلى مستوى تونس جميعا، حتى في الحمامات وسوسة جوهرة الساحل الجميلة الرائعة. أيضا كل الوجهات السياحية التونسية حتى السياحة الداخلية هذه السنة تبشر بموسم سياحي واعد. نذكر بأن السياحة هي الأكسجين الأكبر للاقتصاد التونسي الذي يعاني جملة من الصعوبات، لكن السياحة دائما تتصدى وتنقذ الموقف في كل مرة. أدعوكم جميعا لزيارة جربة وجرجيس، لن تندموا. والله صراحة كل مرة تطلعي معانا يا أحلام بتقنعيني أكثر أني أذهب إلى تونس وأزور هذه المناطق الجميلة. شكرا. نحسدها احنا برضه لأحلام، أحلام لأنه طبعاً عندها الشمس والأكل الطيب طبعاً. شو بدها أحلام طبعاً. البحر والشواطئ والخضار وشواطئ جميلة فعلا، يعني رح نيجي نزورك يا أحلام، مستنيينكم في تونس. أتمنى ذلك.